انا اسماء اللطافي، ما نكذبش لك انا كانت بيع حويجاتي من قبل، شريت معينات، عارفه راسي غدا نولد، كنت حامله، شريت حتى تسيري من موريتانيا في الدار البيضاء، خدمت في المسمن، جيت في الزمور خدمت في المسمن، قربت نولد، جيت جديده بغيت نولد ما لقيت باش غنولد، بقات عندي 20,000 ريال، بقيت حافظه هذيك 20,000 ريال، يعني ما عمر خويا ما شفتو ولا مي نيت لوالداني زاد زرع وقالت لي انت بنيتي دي وليداتك هاد الزرع هذا، ما تفكروني بتش حاجه، عندي الارث ديالي، عندي كل شيء الحمد لله، وانا بغيت ابيت في استقرع الكراب بزاف عليا، انا كرا الوليدات تبغي بشي عند ولادك، راه ثلاث دابا النور كانوا غير مدي معايا وليداتي، انا ما كنرضاش ندخل يدي خاوين، قول لي يا خويا انا كيفاش غنمشي عند ولادي ويدي فارغه، ما عنديش باش غنمشي، كنت وحش وليداتي، كنت بقى نبكي بوحدي، جو واحد الاخرين نصبوا عليا حتى هما، يتوكلت عليهم الله سبحانه وتعالى، كينعتوا لي الدار كيقول لي سيري عندك الدار دقوا عليها، جيبي من هاد المرا نعطيوك فلوس، اللي عطاني 2000 نجيبها، اللي عطاني 4000 نجيبها، اللي عطاني 10000 نجيبها، اللي عطاني سخاء الله 6000 نجيبها، الا واحد عطاني 40,000 ريال، والاخرين قيمة مليون، احسبها قدامي مليون و 100,000 ريال، قال لي شوف انا غادي الدار الجمعية تاع ديال الكلية، قال لي انا غادي هاد مي مريضة، عندي واحد العائلة عندي مريضة سير غبرت ياك، مشى عند مو مشيت قايا سير الحانوت، سرق قلبي على الحانوت، جيت عند ولد بوحلوفة عطاني الحانوت، صوب ليا الحانوت السيد، واحد السيد سبيل الله مسكين وقفت هو في الحانوت ما خلصوش، قالك 100 درهم خلص جبتها من عندي ما عدوش، جير لك الحانوت بلاندوي صايبو، كان فيه ديك ميكانيك، ومني مشى هذاك الاخر انا مباركنو بهاد البنيه هادي ماتت بالجوع، ماما فيا الجوع، ماما فيا الجوع، دابا يجيو بنيتي دابا يجيو، ماما فيا الجوع، عطات واحد السيده حدايا في دير المسمن عطاتها مسمنه، انا بقى فيا الحال وبقات فيا الشمته، انا مرت انا من تم هاد السيده دخلتني عندها، الاخرى جرات عليا لحويج لحويج بنتي، عندي حويج بنتي مش ما عنديش، عندي حوايج انا ماشي ما عنديش، عندي سدي دراتي ماشي ما عنديش، ولكن كتشبت كيبقى فيك الحال، لاننا الناس كتشوف واحد بلاحيتو الاحترام كتحترمي، راجل كتشتيت كدبني لا غالية كدب عليا وزاد نصب عليا، وشكون اللي نصب عليك؟ هو اللي نصب عليا فلوس، خد عليا الفلوس وزاد ما عطيت الكرك وعطاني هاديك خلص 57,000 ريال ديال المرا، ما يبقاش فيا الحال، ما يبقاش فيا الحال، بقاو فيا حويجاتي، دابا هي حداك حويجاتك حتى ما خلصتيش كرا، من بنتي كان يجيبو لها كادوات الناس مساكن اللي كيعرفوني ولاد الخير، كادوات تاع الريحه، عندي بنت الريحه بحال اي كادو كيجي لبنتي، ما نقولش كزيتها على بنادم، البنياتك بحكوا في الصيف كيجيو تسمحنت كنمشي بحكوا حقا كنبيع في ونشري في المحضر بحر، انا وبنيتي ما خليت المرسى ما خليت، وكاكو هزيت في قلبي ومرت وليداتك الاخرين فينهم، حيت ما نقول لها صبر عليا عطاك فلوسك، ما صبرتش راجل تو ما صبرش، قالت لي برا قعدت عمتهم داتهم ثلاثه دابا نور، قلت ما نخليهمش معايا، كنخاف على بناتي انا بزاف وزازين عليا، كنخاف على وليدي تا بغيتو يقرا ويكون احسن واحد، يدخلها لازال مالي فيه مدرسة، ميمكنش أنا نقد عليه بحال هكاك، بنياتي تا هما عمتو اللي مدخلها لازال وداك الشي، وعزيزة اللي حتى هي مربياه صراحة، والدريرية تا هما مربياهم، عملي ما تباهم عندي عطيتهم لا، أنا هاد البنية هادي اللي بقات عندي، صافي آدم، كانت آية وآدم، توام توفى ادم قتا ايا يسهل حد و ايا دابا مراد بحال هكا دابا نيت مريضه ليا الدريريه، انا هي مريضه الدريريه مريضه، انا الدويه ديالي تا تشوف الدويه انا دونا ما خاصين الدويه ديالي، اما او خاصني تاني ديال لي بيليبسي ديالي غاردينال، واحد مول فرماسيان ولد دريه بنتي عند الطبيب ديال اختصاصاتي كدوز 4,000 ريال ولي دوزيها فابور لحساب داك الدكتور، الله يرحم ليه الوالدين،
ومن تما البنيه ولات كدير الطبيب بحال هكا وكيعطيها الدواء وداكشي. ولكن انا قول لي يا خويا شكون غيكون بيا الا الله سبحانه وتعالى وعز وجل. اما العبد ما بقيتش كنثق في حتى شي واحد، ما بقيت كنثق حتى واحد الا الله. ما بقيت فاهمة خوتي والو، ولا هما يحرشوا عليا الناس وما يقولوا ما عندهاش العقل. اللي ما عندوش العقل اخويا كيموت على ولادو، اللي ما عندوش العقل اخويا كيبغي بحالو كيجمع وليداتو. انا ما بكرهش نجمع وليداتي، عندو لا حق وبعدو مني، انا ما بغداش شي حاجه، بغيت نجمع وليداتي. حيت الكره بزاف عليا 9000 ريال الشهر، شحال من غتجيب غير واحد الطبه والله ما جامع منا من غير حكا 600 ريال. ولا بعد المرات كنقول لها سيري، جات 400 ويا خوذ يا صافي سيري، اش تاخذي انت دواك فينا وكاردين انا لقيت ديك 6 ايام. انا وليت كنضرب على كندروكا 5000 فانيدات في النهار كاردين باش نتهدد، لانني انا وليت عصبيه بزاف مع نفسي. كنقلب كي بعد المرات بوحدي، وعندنا بقيت كنبكي بوحدي، مرات تاني ما بقيتش نط